مساكم الله بالخير وين ما كنتم، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج هذا المساء. التقيكم من الان وحتى نهايه الوقت المخصص لبرنامج هذا المساء برفقه العديد من المحطات والاخبار المتنوعه واللي تهمنا كعراقيين اول باول. انوه عن قسم من عدها من خلال هذا الهيدلاين. كورونا سينتهي قريبا والعراق تعاقد الاستيراد لقاح فعال. طلبة الخارجي الثالث متوسط والسادس ابتدائي يرفضون تأجيل الامتحانات النهائية. محافظ ذي قار يعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم. بالتأكيد راح نتحدث عن مجموعة من الأخبار اللي تهمكم واللي راح تكون من خلال برنامج هذا المساء واللي اعتاديته من خلال فقراته المتنوعة واللي تهم الشارع العراقي واللي يتحدث عنها بالتأكيد راح نتحدث عنها جميعا. وبينما العالم يئن من كورونا مع ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، تدخلت وتحركت المخابرات الدولية لسرقة وقرصنة المعلومات الخاصة باكتشاف لقاح كورونا. وما بين روسيا وأمريكا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا، تقول منظمة الصحة العالمية أنه هناك 23 لقاح محتمل للمرض، منها 3 دخلت المرحلة الثالثة من التجارب على نطاق واسع لاختبار فاعليتها. وتبقى العيون تترقب اللقاح اللي راح ينقذ البشرية، وهناك 3 لقاحات محتملة تقترب من النجاح بعد اجتياز الاختبارات اللازمة والمراحل المتقدمة واللي أثبتت فاعليتها في إنهاء الفيروس خلال أيام قليلة. ومن هاي العلاجات، اللقاح الأول هو العلاج الروسي الواعد أفيفافير الروسي واللي أثبت نجاحه بالمستشفيات الروسية وساهم بتخفيف أعراض كورونا بشكل كبير. عقار أفيفافير اللي صرحت به وزارة الصحة على أنها اعتمدت العلاج وبدت بتصنيعه عراقيا واستخدمته لعلاج كورونا، مع انه ماكو اي تصريح رسمي من مدراء الصحه على استخدام هذا العلاج فعليا، وبعدهم يتكلمون عن بلازما الدم الخاص بالمتشافين من كورونا، وهذا هو الماشي بالعراق لمكافحه كورونا وما نعرف ليش. اما اللقاح الثاني فهو اللقاح الصيني من شركه سينوفارم، واللي بدأت تدشين المرحلة الثالثة من اختبار الدواء بالإمارات بعد أن أثبت نجاحه، وبانتظار المرحلة الأخيرة لإعلان اللقاح الأكثر فاعلية ونجاحاً لمواجهة كورونا. وأيضاً راح تنتهي التجارب على اللقاح خلال الشهرين المقبلين. وفي تصريح لأطباء عراقيين قالوا أنه العراق تعاقد لجلب هذا اللقاح بالشهر التاسع. هذا اللقاح راح ينهي فيروس كورونا ويضمن عدم الإصابة به. أما اللقاح الثالث والأخير فهو عقار أكسفورد البريطاني، حيث تبدأ جامعة أكسفورد البريطانية أو بدأت بالفعل ثالث مراحل التجارب السريرية للقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بمشاركة 42 ألف متطوع. هذا اللقاح راح يقدر يحمي ويمنع العدوى من فيروس كورونا لمدة عام واحد، وتم الاتفاق على إنتاج 4000 جرعة مبدئيا توزع إلى أوروبا، وهناك مليار جرعة توزع لبقية بلدان العالم، ونسبة نجاح هذا العلاج تقريبا 80 إلى 90%. من المؤمل أن يتوفر هذا العلاج أيضا بالشهر التاسع، ومن المؤمل أن يكون سعره 4 دولارات فقط. عد ما أوصيكم، من يوصل اللقاح للعراق سواء كان صيني أو بريطاني أو روسي، سووا ب 500 دولار وتاجروا بأرواح الناس. بما أنه العلاجات هواية وأكثر من 23 علاج حول العالم، لكن الآن أنظار الكوكب تتجه نحو 3 علاجات فقط أو 3 لقاحات، مو علاجات. العلاج هو يخفف أعراض فيروس كورونا، لكن اللقاح يقضي على فيروس كورونا تماما. فاحنا بانتظار هذا اللقاح، والعراقيين ينتظرون هذا اللقاح، انه على امل انه يوصل لنا بالشهر التاسع، ولو انه اليوم ايضا وزارة الصحة
صرحت قالت من المحتمل أن العراق يواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا، وربما لن تكون أكثر خطورة من الموجة الأولى، ومع أنه العراق قرر تخفيف إجراءات الحظر بعد العيد مع زيادة الإجراءات الوقائية. أيضا هذا خبر ناس استقبلوه برحابة صدر وقالوا من الممكن أنه يرفع الحظر، هذا أمر ممكن يخلي الناس ترجع إلى أعمالها بشكل طبيعي، لكن زيادة الإجراءات الوقائية مع تجديدها أيضا ربما بشكل أو بآخر يفي بالغرض ويخفف انتقال فيروس كورونا من شخص إلى شخص آخر. بذات الوقت تنعى وزارة الصحة أحد ملاكاتها في دائرة صحة النجف، وهو معاون مدير عام صحة النجف اللي هو الدكتور حسن هلوس الحاتمي، واللي توفى أثر إصابته بفيروس كورونا. وبالتالي داعين المولى عز وجل أن يتغمد بوافر رحمته ويلهم أهله وزملائه ومحبي الصبر والسلوان. وأيضا تعاهد ملاكات الجيش الأبيض في صحة النجف وفي جميع دوائر الصحة في محافظات العراق بأن تبقى الدرع الحصين والمدافع عن العراق وشعبه، وأن تستمر بتقديم الخدمات لهم، سائلين الباري أن يبعد الوباء عن أهلنا وشعبنا الأبي. وبالتالي من جانب آخر ترتفع حالات الشفاء من فيروس كورونا بالعراق، وبشكل إجمالي مع ارتفاع نسبة الإصابات بالمقابل، وبذلك تستمر جهود الكوادر الطبية بمواجهة فيروس كورونا في زرع البسمة وروح مقاومة الفيروس لدى المصابين ودعمهم معنويا من خلال الغناء أو حتى الرقص أو حتى الهوسات العراقية المعتادة والمعروفة من أجل الوقوف إلى جانب المصابين حتى تخطي المحنة والشفاء من الإصابة بإذنه تعالى. هؤلاء هم الجيش الأبيض والأبطال اللي دائما يتواصلون ليل مع نهار من أجل مقاومة فيروس كورونا حتى وصول العلاجات المحتملة أو اللقاحات المحتملة، واللي تحدثنا عنها قبل قليل وقلنا من الممكن أنه يوصل العراق بالشهر التاسع، ومنا إلى أن يوصل اللقاح ويعتمد وجميع الناس يأخذون هذا اللقاح حتى يحصنون نفسهم من فيروس كورونا ويصير بالماضي ونطوي هذه الصفحة حتى نرجع نلتفت لمشاكلنا الخدمية، مشكلة الكهرباء والماي وتراكم النفايات والمشاكل الأخرى اللي يعاني منها العراق بشكل مستمر وبشكل دوري ويتحدث عنها. من إجا كورونا انضافت لكل الملفات اللي كنا نتحدث عنها ملف جديد وخلانا نلتهي بفيروس كورونا. صح هو وباء عالمي انتشر بكل العالم، لكن لما تتحدث عن العراق برفقة كل الملفات اللي ترافقها من ملفات الفساد وملفات البنى التحتية، التربية والتعليم، الخدمات، ملف التعيينات، البطالة، الفقر، الأمراض، الأوبئة، السرطانات، عدم كفاية علاجات أمراض السرطان وغيرها، ويجي في وقت تلتها فيروس كورونا، هذا أمر يضاعف علينا كعراقيين من القدرة والتحمل. لكن مع ذلك كل الجهود كانت واضحة، سواء كانوا متطوعين، سواء كانوا الكوادر الطبية أو التمريضية، سواء كانت وزارة الصحة بشكل عام، المواطنين العراقيين بشكل أو بآخر، حتى الفقراء والشباب اللي يقدرون يقدمون ما يقدرون عليه حتى نعدي هذه الأزمة. وبالتالي أكو أخبار إيجابية وأكو أخبار سلبية. من الأخبار الإيجابية اللي فرحتني أنا حقيقة اليوم، عدا أنه العراق راح يستورد اللقاح بالشهر التاسع، أنه اليوم حالات الشفاء بدأت ترتفع تدريجيا، حيث شهدت فنادق المدينة الرياضية بالبصرة خروج وجبة جديدة من مرضى كورونا، وصرحت دائرة صحة البصرة خروج دفعة جديدة من المتشافين من فيروس كورونا، وكذلك أشاد هؤلاء المتشافين اللي غادروا المستشفى بالجهود المبذولة من قبل الكوادر التمريضية والطبية لتقدم الخدمة الطبية لهم. خلونا نشوف هؤلاء المتشافين من فيروس كورونا وكيف غادروا المستشفى وكيف وجهوا الثناء والتقدير لجميع الجهود الطبية اللي بذلت لأجلهم.
السلام عليكم بالبداية. أحب أوجه شكر المدير العام دار صحة البصرة دكتور عباس ومدير المستشفى مدير المدينة الرياضية دكتور وسام على الأمور اللي قاموا بها هنا والجهود الكبير اللي بذلوه. يعني بالنسبة للخدمات كانت خدمات راقية، وحتى بالخدمات المادية والنفسية يعني كانت حتى الكوادر التمريضية اللي هنا يدخلون علينا يشوفون احنا يعني شو نحتاج ما نحتاج. يعني بداية الحديث أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم. كل ما رأيناه في المدينة حقيقة عمل مثابر، وجود كل الأخوة العاملين هنا ابتداء من أقل واحد إلى أكبر شخص، ناس مثابرين، ناس مهتمين بعملهم 100% مخلصين. فما أقول غير أنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إن شاء الله ويسددهم ويحميهم يا رب. والله حقيقة إحنا أنا كان وياي زميلي وصديقي أستاذ إيهاب المعاون لداري مستشفى المواني، بصراحة إحنا أكو بعض الأخوان مصابين داخل الحجر، يعني بعضهم كانوا يحتاجون علاجات، يحتاجون وضع كانونات. احنا صراحة كنا ناخذ على نفسنا، لان تعرف الدخول الاخوان كان كل زخم عليهم وما يقصرون، فكنا نقوم بالدور انه نساعدهم، نساعد بعض الاخوان المصابين بكل ما يحتاجوه في داخل البناية. الاسم صقر نعيم دخان، مسؤول شؤون التمريض في مستشفى المواني. اسال الله التوفيق لكم والسداد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اقدم شكري واعتزازي للدكتور وسام الرديني والأخوة من العاملين من أصغر عامل أكبر بالإدارة، ما قصروا ويانا من كافة الخدمات الفندقية والصحية، من كادر الأطباء، من جميع الخدمات. وإحنا كدورنا إحنا بالكادر الطبي هم قمنا بمساعد المرضى داخل الحجر، والحمد لله وشكر طلعنا متعافين ومشافين إن شاء الله. الله يخليك. معاوي دار إيهاب بشن موانئ، أشكرك. كل الحب والتقدير لجميع الكوادر الطبية العراقية اللي تتلاحق وتتسابق بكل هذه المعنويات الكبيرة وبكل هذه الطاقة الإيجابية اللي يحملوها لمساعدة المرضى، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة اللي يمر بها العراق. لما نتحدث قلنا بالعراق برفقة وجود فيروس كورونا وهكذا وباء عالمي، اللي إيطاليا بقوتها وبكل مستشفياتها وإمكانياتها الطبية المتطورة، واللي هي تعتبر في أوروبا مع دعم أوروبي، مع دعم كل الاتحاد الدول الأوروبية لإيطاليا، وكانت يعني بصعوبة جدا وبالغة تواجه فيروس كورونا. وحدث اللي حدث وكلكم تعرفون وتابعتوا شنو اللي صار بإيطاليا، مثل ما قالوا انتهت حلول الأرض ننتظر حلول السماء، وصلوا يعني بحيث رئيس وزراهم حشى بهاي الطريقة واشتهر على مستوى العالم. فكيف إذا كان وضع العراق يعني بوجود كل الملفات اللي احنا يوميا نتناقش بها ونتحدث عنها، وواحدة من بين آلاف الملفات اللي تطرح وتناقش يوميا ومن ضمنها موضوع طلبة العراق، الصفوف المنتهية وطلبة الامتحانات الخارجية، بما أنه وزارة التربية والتعليم أجلت الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين إلى أشعار آخر، واللي هم طلبة الثالث المتوسط الخارجي وكذلك السادس الابتدائي، طالبوا بعدم تأجيل امتحاناتهم، وهذا بالنسبة لهم حق دستوري ضمن نظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972. لكن مع ذلك قررت وزارة التربية قبل أشهر تأجيل هاي الامتحانات التمهيدية لهؤلاء الطلبة اللي هم الطلبة الخارجيين إلى إشعار آخر في جميع المحافظات العراقية، وذلك استنادا إلى مقررات خلية الأزمة اللي تشكلت على خلفية تسجيل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا. طبعا تأجيل الامتحانات راح يشمل جميع محافظات البلاد، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للامتحانات لاحقا إيش وقت ما تعرف، لأن الآن التربية ملتهية بامتحانات الصفوف المنتهية اللي هو 8A بسبب الظروف اللي يشهدها البلد، وبهدف أيضا حظر التجمعات بالقاعات الامتحانية المغلقة. بالمقابل الطلبة الخارجيين يقولون يا أخوان إحنا همينا طلاب، من حقنا نمتحن حالنا حال هؤلاء الطلاب اللي هم يعني ملتزمين بالدوام الاعتيادي بالمدارس العراقية. يعني مو خليتهم موعد 8A يمتحنون، إحنا الفئة، إحنا الشريحة اللي مريت تأجيل،
انتوا بالعكس اللي ما يريد تاجيل تاجلونه، واللي يريد تاجيل ما تاجلونه. شلون يصير هالشكل؟ طلبه الصفوف المنتهيه السادس والثالث دا يقولون اجلوا الامتحانات لانكو فيروس كورونا وما نريد نمتحن ونخاف لا ينعدي زملائنا واحنا ما مستعدين ولا درسنا طيله الفتره اللي راحت لانه ما داومنا، فعلى اي اساس تخلونا نمتحن؟ لكن وزاره التربيه اصرت وتوصلت لقرار ان تكون الامتحانات يوم 8 اب المقبل شئتم ام ابيتم، الامتحانات موجوده، بينما الطلبه الخارجيين هم اللي يردون يمتحنون. دا يقول لك احنا ما نريد ناجل، احنا درسنا خارجيا وواظبنا وتابعنا واحنا مستعدين لاجراء الامتحانات، انتوا الشخص المستعد ما تمتحنونه والشخص اللي ما مستعد تاجلونه؟ هذا باي منطق يكون هذا هذا الكلام؟ باي طريقه ممكن انه واحد يفكر؟ زين طلبه الخارجين ليش ما تخلوهم يمتحنون اسوه بالطلبه العاديين، خصوصا انه عددهم مو كبير، عددهم مو هوايه، يعني ايش قد يطلع عددهم بالعراق كلهم الطلبه الخارجيين؟ كم الف؟ ما عندي احصائيه رسميه حقيقه عنهم، لكن بحسب مناشداتهم الي وحديثهم وياي يقولون احنا عددنا جدا قليل. فنريد انه وزاره التربيه والتعليم تنظر انه بالعين الابويه، هالعين الابويه شوكت راح نشوفها ما ادري. خلينا نشوف جانب من مناشدات هؤلاء الطلبه، هذه الشريحه اللي هم الطلبه الخارجيين اللي يردون يمتحنون اسوه مع زملائهم من الطلبه الاخرين. فيا وزاره التربيه خليش عين هنا وعين هنا وسوي امتحنينهم اذا انت ناويه تمتحنين كل طلبه العراق، واذا تريدين تاجلين فاجلي سويه، فليش يعني هذا التمييز؟ هذا ما يمتحن وهذا يمتحن، وكيف يعني تدرس هذه القرارات وتطبق؟ زين الطلبه ذول الخارجيين ما هم همين بشر حالهم حال بقيه الطلبه، شنو اللي يمنع من اداء امتحاناتهم؟ وليش اعدي عليهم سنه؟ ليش اخليهم يتاخرون سنه؟ اخليهم حالهم حال بقيه الطلبه ويشوفون دربهم ويمتحنون. بما انه ايضا وزاره التربيه قالت احنا راح تكون الامتحانات بالقاعات الامتحانيه في الجامعات والمعاهد العراقيه حتى يكون عدد الطلاب يوزع بشكل مناسب بضمن قاعات تكفيهم جميعا، فهذه مناشده باسم طلبه العراق الخارجيين الى وزاره التربيه والتعليم، وكلنا امل ان يتم النظر لهذا الطلب عبرنا ومن خلال هؤلاء الطلبه. خلونا نشوف مناشدتهم ونرجع وياكم. والله حقك شايفه دمرنا، دمرت النفسيات مال الطلاب مالت الخارجي. دمرت انا مي الفلوس اللي صرفتها دورات تقويه وروحه وجايه وصيف وشتاء وبرد، هذا كله مين، بس الحاله النفسيه دمرت اولادنا، يعني حالتهم النفسيه دمرت وابائهم وامهاتهم بعد اكثر من عده. فعلا ما جاي يخلونا على مصير واحد. انتي متعصبه، انا اتعصب اكثر من عده، انا اتعب اكثر من عده. قلب امهات العراق كلها من دمره ومفجوعه بطلابها، لان ما جاي نصفون، جاي يظلمون الطلاب كلها خصوصا الخارج، وماكو انصاف. اليوم 8/7 النجف الاشرف تحت مجسرات 23 طلاب الخارجي من الشريحه 3 متوسط والسادس اعدادي يطالبون بحقوقهم المشروعه القانونيه والتربويه بانصافهم. طبعا يا وزير التربيه انت ابوهم، انت عندك عطف وحنان، وانا متاكده عطفك وحنانك راح يشملهم، وقلبي بارد ومتاكده يا وزير التربيه، اريدك تفرح هذول الاولاد مثل ما تفرح اولادك، اريدك تفرح هذول، خلي يفرحون الاولاد، اريدك تدخل فرحه عليهم يا مسؤولين.
والله يا ريت هيئة الرأي وخلية الأزمة ووزير التربية يتباوع بعادة النظر بهاي الطلاب خصوصا الثالث متوسط. خصوصا الثالث متوسط ليش تأجل السنة الجاية؟ ما هو مقدم على هاي السنة 2020 السنة المشؤومة. سنة المشؤومة يعني. صار لنا سنة إحنا سنة كاملة إحنا نقرأ ونحضر وصار لنا سنة إحنا. والله معاناة معاناة الطلاب مقابل وزارة التربية، التربية كلش غير منصفة الطلاب الخارجي. وكلها طالعة بهذا الجو وهاي المعاناة وهذا الظرف الخطر الداعي بحقوقها والتربية ساكتة. فيا ريت يتباوع بعادة النظر لهاي الطلاب. طلاب أمهاتهم آبائهم بهذا الحار بهاي المعاناة وهذا الخطر طالعين يردون حقهم، حقهم دستوري يريد بس يمتحن لا أكثر ولا أقل. يريد يمتحن حالة الصباحي لا أكثر ولا أقل. ولا عبور ما نريد لا عبور ولا نجاح. ولا نجاح بحقنا وفي ذراعنا وصار لهم ايه. سنة يا ناس يا عالم صار لنا سنة نقرأ ونحضر. الثمرة نريدها احنا الثمرة نريدها. حق دستوري هذا. يزرع ويتعب يريد الثمرة. صار لنا احنا سنة نريد الثمار نقطفها. لا نريد نجاح ولا عبور نريد احنا في ذراعنا ننجح. عدم إهمال الطلاب الخارجي لأنهم شريحة حالهم حال طلاب الصباحي والمسائي يجب انصافهم وهذا واجب دستوري. عدم خرق القانون وتباوع للطلاب الخارجي بنظرة عطفوية أبوية أكاديمية كل الاتجاهات شرعية. طالب ليش تأجله؟ شنو الحق؟ عزمة كورونا تتأجل شهر شهرين ثلاثة. يعني هؤلاء هم الطلبة اللي يردون يمتحنون يقول لك مو على ناس وناس القرارات، يعني لو الكل تمتحن لو الكل ما تمتحن ليش يعني القرار أنفذ هنا وما أنفذ هنا؟ ما ذول همينا بشر بالنهاية وطلاب وما أريد أكرر وعيد الحكي كل مرة، لكن طلاب السادس الابتدائي والثالث المتوسط يطالبون بإنصافهم وهم طلبة الطلبة الخارجي، الطلبة الخارجي يردون يمتحنون. فلذلك يا وزارة التربية يعني نتمنى أنه تتم الاستجابة سريعاً لمطالب هؤلاء الطلبة. طبعاً نستمر في موضوع الطلاب، يعني الطالب خطية العراقي جابها من الأول ابتدائي لحد ما يتخرج من الكلية معاناة بمعاناة، ومن يتخرج من الكلية يتلقون بمي حار خراطيم المي الحار. ليش؟ لأنه داعي بحقوقه، لأنه يريد تعيين، لأنه قطاع خاص ماكو، لأنه حقوق ماكو، لأنه يا باب يطرقه يطلع بالباب يذب عليه سطلة ما ويقول له مش روح من نايم. وين ينطي وجه الطالب العراقي المتخرج أو اللي دا يدرس؟ اللي دا يدرس ما يعرف مستقبله وين راح يكون. يعني أنا كطالب أتخرج لا عندي قطاع خاص أتوجه له حتى أتعين به وأتوظف، ولا عندي قانون يضمن حقوقي كقطاع خاص. لذلك الكل وين يشيت؟ على القطاع الحكومي، على التعيين الحكومي، والتعيين الحكومي مليان موظفين. ترهل وظيفي بجميع مؤسسات الدولة. يعني بدل ما القسم في أي وزارة به 5 موظفين حاط بي أنا 25 موظف. 2 معدهم يشتغلون والبقية ما يشتغلون. ليش مو أنا أوزعهم على بقية الشركات الأهلية والقطاع الخاص وأعمر بلدي وأضمن لهم نفس الحقوق اللي يتم الاستفادة منها الموظف الحكومي بالتعيين الحكومي؟ وهكذا أنا مو خبير اقتصادي ولا مستشار رئيس وزراء ولا باحث في هذا الموضوع، مواطن عادي مجرد بحث بسيط عن القضية أبحث بالموضوع راح أمسك رؤوس الخيوط وأعرف أنه القضية ترى مو بهذه الصعوبة. بس لما تتحدث عن الموضوع يطلع لك 100,000 واحد ويعقد لك القضية وتصير بها تداخلات سياسية وإقليمية تعقد عليك المشهد وما تحقق المطالب نهائيا، مثل ما صار اليوم ويا طلبة كلية العلوم السياسية اللي صار لهم 2 أو 3 سنين يتظاهرون مع طلبة حملة الشهادات العليا والدكتوراه والماجستير مع المتخرجين الآخرين اللي العلوميين وغيرهم من الطلبة الآخرين من الاختصاصات الأخرى. الكل نفس المطلب عندهم، المطلب الوحيد أريد تعيين، أريد أعيش بعز وكرامة، ما أريد أنهان. أنا تعبت على روحي ودرست وجبت الشهادة، رحت بالمطر، رحت بالبرد، رحت بالطين، رحت مشيت مسافات كيلومتر أو أكثر، درست بالمدرسة اللي هي ظروفها تعبانة هذه المدارس الحكومية حتى بالنهاية أتخرج وأعلق الشهادة على الحائط وأتفرج عليها وأخذ يا سيلفي لو نقحها وأشرب ميها. اليوم طلبة كلية العلوم السياسية لأنه تظاهروا القوات الأمنية رشوا عليهم المي الحار وقسم من عندهم انضربوا، قسم من عندهم أهانوهم، قسم منهم من البنات المتخرجات أيضا تمت إهانتهن، قسم العدة وحدة إيديها انخلعت
ليش؟ لأنه طلعت الداعي بحق. مجرد أنا شايل لافتة بإيدي وأنا طالب بالتعيين. ماكو تعيين، ماكو درجات وظيفية، ماكو تخصيصات مالية. وزارة المالية تقول لك ما عندي فلوس. البرلمان العراقي لحد الآن ما أقر الموازنة، موازنة 2019 اللي راحت إحنا كل شيء ما فهمنا من عندها. قسم من هاي الفلوس المليارات راحت إلى مواجهة أزمة كورونا، عدا الديون الداخلية والديون الخارجية، عدا الرواتب وعدا الفضائيين وعدا كل الموظفين اللي بالرئاسات الثلاث اللي حشينا عنهم بالحلقات السابقة. وبالتالي إحنا نظل نفتر بحلقة مفرغة، لاكو تعيين ولا هم يحزنون، بس يبقون الطلبة يتظاهرون عسى ولعله أن تكون هناك قرارات حقيقية منصفة بحقهم. خلونا نشوف جانب من هاي التظاهرات وكيف استقبلوهم بالورد وبالرياحين وبالشوكليت. خلونا نشوف. وهكذا الطالب يتخرج وياخذ له حمام من هذا الزين بالصيف مي حار وبالشتاء مي بارد، ويشبع حمام شتوي وحمام صيفي. وتعيينات ماكو، تعيينات ماكو، لان يعني انت عندك تقريبا 5 مليون موظف الان بدوائر الدوله، وال 30 الف درجه وظيفيه اللي تحدثوا عنها بالسنوات الماضيه، يعني قسم من عندهم يجوز كم واحد لقولهم درجات وظيفيه، وهذول هم يعني يرادلهم منا توصية منا توصية منا، يعني وعود ممكن تجي من رئيس كتلة أو حزب أو كذا، يلا ذول المجموعة أجيبهم معينهم يلا، وهكذا يعني تمشي الأمور. أما يعني معالجات حقيقية للأزمة ماكو نهائيا، أي معالجات حقيقية ماكو. شلون تلقى معالجات حقيقية إذا أنت عندك 2500 أو 3000 مصنع متوقف عن العمل من بعد 2003 ولحد الآن؟ ذول كل يعني كل الطلبة اللي يتخرجون ممكن أنه استثمر طاقاتهم بالقطاع الخاص وأشغل هاي المصانع بالشكل الإيجابي اللي يخدم البلد. ولذلك إحنا يوميا نعيد نفس المشاكل ونسولف بيها وماكو أي حل لهذه المشاكل. ولذلك العراقي هم الوحيد والأخير أريد أتعين، عينوني أريد أتعين. وهذه المشكلة يعني بدت يعني من سنوات، يعني من قبل 8 سنوات أو أكثر بدت تتفاقم وتدريجيا بدت تكبر شيئا فشيئا، بما أنه ماكو معالجات والطلبة دا يتخرجون ودا يتراكمون، وين يروحون؟ قسم من عندهم راح اشترى له ستوته واشتغل حمال وهو عنده ماجستير او دكتوره، وقسم من عندهم راح يبيع شغلات بالشورجه ويشتغل بقال مثلا، مع احترام يعني لكل اصحاب المهن، وقسم منهم فتح له بسطيه، قسم من عندهم هاجر يبحث عن وطن في مكان اخر عسى ولعله انه شخص يقدر قيمته ويقدر شهادته، بما انه يعني البلد ما يقدر هاي الشهادات وهذه الطاقات وهذه الكفاءات العلميه اللي كل سنه يتخرجون بالالاف، وين اوديهم؟ الدوله ما تعرف وين توديهم، لان يقول لك انا بالكاد اقدر القى معالجات حتى امن رواتب موظفيني اللي هسه هم موظفين بثلاث اشهر،
دخل انطي رواتب الموظفين مالتي اللي هسه بهالثلاث اشهر الجايه شو راح امنها؟ عود بعدين انا التفت لك وعينك يا خايب، وين القى لك تعين يا حظي؟ وين القى لك تعين واني من ساسي راسي مطلوب فلوس وبالمليارات، 130 مليار دولار احنا مطلوبين يا ناس يا عالم. طلبتنا الاعزاء يدرون بهذا الشيء، انا اعرف بهم يدرون، ادري بهم يعرفون انه العراق ايش قد مطلوب وايش قد اكو تحديات ماليه، يعني كسرت ظهر العراق من وراء هاي الديون ومن وراء التصرفات اللي ما جابت لنا نتيجه غير انه زياده ديون علينا، ونستمر احنا نطلب من هذا ونطلب من ذاك، واحنا خيراتنا الغاز والنفط والزراعه كلهم راكنينهم على صفحه وكلهم ما مستفادين منهم. يعني انت اللي يحرق مليارين ونص دولار غاز وما يستفاد منه ويروح يستورد غاز بعشر اضعاف اللي يحرقه، هو هذا تخطيط صحيح؟ يعني استورد ب 12 مليار غاز واني دا احرق مليارين ونص سنويا غاز، معقول هالشكل؟ ما انا عندي غاز ليش اجي احرقه؟ ليش ما استثمر هذا الغاز؟ والموضوع ينسحب مو فقط على الطلبه، على المزارعين ايضا. اغلق عدد من المزارعين بالقرنه، قضاء القرنه بالبصره، شمال محافظه البصره، بوابه حق المجنون النفطي ضمن حدود ناحية النشوة التابعة إلى قضاء شط العرب للمطالبة بدفع مستحقات الفلاحين اللي تضرروا، تتذكرون قبل سنتين جراء السيول والفيضانات اللي صارت بالعراق، من قالوا راح نعوضهم تتذكرون؟ قالوا راح نعوض ذول الفلاحين اللي تضررت مزارعهم من صارت سيول وفيضانات بالعراق حتى بالبصرة وشط العرب، المنوى وراحت العراق كله غرق. وقال رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية بالقرنة أن هاي التظاهرات تهدف إلى المطالبة بدفع مستحقات المزارعين المتضررين جراء السيول اللي حثت بالسنتين اللي مضت، مو العام الماضي، يعني العام الماضي واللي قبله همين. تخيلوا قبل سنتين إحنا نعد المزارعين أنه ننطيهم المستحقات نتيجة الأضرار اللي صارت عندهم نتيجة غرق آلاف الدوانم من المحاصيل الاستراتيجية بالعراق بسبب الغرق اللي صار والفيضانات اللي صارت. خلونا نشوف جانب من هذه المناشدات وهذه التظاهرات، واللي الحلو بالنهاية ايش صار؟ الطلبة ايش سووا لهم؟ جابوا لهم مي حار ورشوهم بالمي الحار واخذوا لهم حمام. المزارعين ايش سووا لهم؟ صعدوهم بالبيكابات واخذوهم واعتقلوهم او توقف قسم من عندهم ووقفوهم. خلونا نشوف ونرجع وياكم مرة ثانية. توجهت مجموعة من الفلاحين المتضررين من السيول العام الفائت إلى قطع طريق مجنون، وذلك مطالبة بالحقوق التي وعدت الحكومة المركزية والحكومة المحلية بتعويضهم. اليوم الفلاحين عندهم شغلات تصعيدية، اليوم يبنون السرادب، قطع الطرق. احنا من هذا المكان نناشد حكومة الكاظمي، الناشد نقول له انت نفس سلفك عادل عبد المهدي والقبل عادل عبد المهدي، الحقوق تعطى ولا تاخذ. نطالب من هذا المكان مجلس الوزراء بالايفاء بوعودهم التي وعدوها الفلاحين. الفلاحين باشر صباحا غدا ان شاء الله نقطع النفط من الانبوبه. احنا فلاحين الروضه، هاي رساله لكل الحكومه وبالخصوص الحق المجنون النفطي. طبعا احنا اليوم جايين سلميين، هاي اول رساله منا، وهيك رايحين بعد نستمر بالاعتصام، واكو امور تصعيديه راح نوصل لها. يعني حق المجنون حقيقة راح يتعرض حتى للخراب من وراء الفلاحين اللي مظلومين ويناجدون، وهاي صار لهم سنتين مطلوبين بالديون والحكومة ما نفذت مطالبهم. فمن هذا المكان ناشد جميع الحكومة العراقية من المحافظ رئيس الوزراء، الأمور راح تصعد وصير تصعيدية وصير مشاكل بالحقل، فناشد كل شريف يجي يزورنا يتفاوض ويانا نريد تعويضنا الرقة والزرع، وما وقفونا بس الوعود الكاذبة. ايه قالوا لهم تريدون مستحقات؟ تمام اوكي، دخذوهم يلا صعدوهم للتوقيف وهناك نتفاهم. مثل الطلبة، تريدون تعيين مو؟ جيبوا لنا خرطوم الماء الحار وخل نتفاهم. وهكذا ماكو حلول، ماكو فلوس، ماكو تعيينات،
ماكو تعويضات، حتى النازحين اللي وعدوهم بالمليون ونص انه يرجعون الى مناطقهم اللي تضررت بمعارك التحرير اللي حد الان ما سلموا تعويضه، اي شيء بيه فلوس يتاخر ماكو. طبعا الشيء الوحيد اللي ربما ما يتاخر هي الامتيازات والرواتب التقاعديه لاعضاء مجلس النواب السابقين طبعا، ورواتب الاعضاء الحاليين، ورواتب 6000 موظف مدري ايش قد بالرئاسات الثلاث. يعني هذه خط احمر، يعني لازم تتامن وترتب وتوصلهم الرواتب مالتهم بالوقت المحدد وكل شيء تمام، بس لما تريد تعيين وتريد حقك بهذا البلد حتى لا تضطر تهاجر وتطلع وتنذل خارج بلدك، لا، يا اما ما يحار يا اما ينبح صوتك وتقعد تصرخ من الصبح للليل بساحات التظاهرات سواء ساحة تحرير او في اي منطقة اخرى بمحافظات العراق. بالمقابل يعني لو تحصل لو ما تحصل شيء، وكل اللي دا يصير الان بسبب هذه المشاكل المالية، تعيين ماكو، تعويضات ماكو، فلوس ماكو، مخدرات اكو، نعم اي اكو مخدرات، تلقى مخدرات ويوميا مخدرات، حيث تمكنت خلية استخبارات البصرة من القاء القبض على عصابة في منطقة السيبة ومعها شحنة كبيرة ما شاء الله من المخدرات. قادمة منين؟ صح، وهذه ليست المرة الأولى اللي تضبط هكذا كمية من المخدرات، مرات سابقة أيضا تم ضبط كميات كبيرة من هذه المخدرات. نتمنى أنه قواتنا الأمنية بعزمها الكبير وبشكل مستمر تلقي القبض على هذه الشحنات وتعرضها أمام الرأي العام، وما تفسح المجال أمام عبور تهريب هكذا كميات كبيرة من المخدرات، حتى لو كميات صغيرة. يعني مو لما نقول كميات كبيرة ما نسمح، يعني نسمح بالكميات الصغيرة، لا، أي مخدرات ممنوع. خلونا نشوف الفيديو ونرجع وياكم. خير من الله، يعني ما شاء الله، يعني مركز الأول بالعالم بالمخدرات، حتى الأرجنتين وهاي البلدان كلها اللي كانت معروفة وكولومبيا وغيرها بالمخدرات كلهم دبيناهم ورا، صرنا احنا نمبر 1. عموما محافظ ذي قار ناظم الوائلي استجابة لمطالب المتظاهرين قرر إقالة عدد من المدراء والمسؤولين بالمحافظة اللي تحوم حولهم شبهات فساد أو غير كفؤين
بأعمالهم المناطة بهم وما قدموا أي خدمة لمحافظة ذي قار. خلينا نشوف جانب من تصريح محافظة ذي قار وردا على مطالب المتظاهرين، شنو اللي إجا بهذا التصريح؟ أمس صدرت مجموعة من القرارات اللي تخصص على مدراء الدوائر. المحافظة الحقيقة عازمة على تنظيف دوائرها من كل الفاسدين والمتحزبين، وأصدرنا جملة من القرارات، وهذه القرارات التي أصدرناها بخصوص إقالة مدراء الدوائر هي إقالات حقيقية وإقالات ستجد لها تطبيق واقعي، ويكلف السيد قائد الشرطة بتطبيق تنفيذ هذه القرارات الخاصة بالإقالة. كل مدراء الدوائر الذين يتحزبون أو غير مرضي عنهم من قبل الشارع ومن قبل أبنائنا وأخواننا المتظاهرين لن يكون لهم مكان في دوائر الدولة. وأبلغت السيد قائد الشرطة بأن كل شخص تم إقالته لن يستطيع الدوام في دائرته ويبقى خارج منظومة الدائرة، ونحن إن شاء الله عازمين على إجراء أيضا مزيد من الإقالات متى ما ثبت تقصير رؤساء هذه الدوائر. نحن ماضين في الإصلاح، ونحن ماضين في تلبية مطالب المتظاهرين لأنهم أبناءنا وغايتهم هو الإصلاح وغايتهم هو الوصول بالمحافظة إلى بر الأمان. مرحبا بكم من جديد. الآن وصلنا إلى فقرة ضيف اليوم في هذا المساء، وضيفي لهذا اليوم الإعلامي الشاب العراقي الطموح جاسم فوزي من بغداد والمعروف بالقناص. ليش معروف بالقناص؟ خلي نرحب بيه وراح نسأله. أهلا وسهلا بك جاسم في هذا المساء، نورتني الغالي. مساء الخير والعافية على أرقى وأجمل إعلامي، وأنا من سنوات جدا طويلة متابعك وجدا أحب كل أعمالك التلفزيونية اللي تقدمها حضرتك، وأنا فخور وسعيد أنه أكون في برنامج هذا المساء، وتحية لقناة الفلوج. تحياتنا إليك يا عمري. أنت دائما شنت تجيب ضيوفك بالبرنامج بالقناص وتقعد تطرح عليهم أسئلة جريئة وغالبا أسئلة يعني شخصية وتركز على الجنس. الآن أنت ضيفي، أنا ما صرت ضيفك في يوم من الأيام زين، وما وقعت بالفخ ما وقعت بالفخ مالتك جاسم أحاول أتهرب شوية وشوية من عندك، بس اليوم جبتك يعني قلت أتغدى بيك قبل لا تتعشى بيه. أنا حاضر. زين، إذا أنا أطرح عليك أسئلة جريئة من اللي تطرحها على ضيوفك تقدر تجاوب عليهن لو لا؟ أكيد طبعا. ترى جمعت معلومات يعني ربما راح تصدمك الآن على الجواب. أنا حاضر. يعني قبل ما تبدي بالأسئلة إذا ممكن يعني تنطيني ثواني. أول شيء لا تتوقع أنه أنت بتركيا ما أقدر أوصل لك. لا إن شاء الله قريبا. هذا تهديد يعني. خليها في بالك. يعني النقطة بس للتوضيح على مود تبدي حضرتك الأسئلة. أنه برنامج قناص نسأل أسئلة جريئة جزء من المجتمع موجودة. لكن نادرا جدا جدا أتدخل بخصوصيات ضيوفي إذا متابع هذا الشيء يعني طبعا. عموما خلينا نشوف واحدة من هاي الفيديوهات ونرجع بعدين حتى تستعد نفسيا للأسئلة اللي راح أطرحها عليك. زين جاسم، يعني ليش دائما تركز على الأسئلة اللي هي لها علاقة بالميول الجنسية مثلا للشخص اللي تستضيف؟ ليش تسأله مثلا عن علاقاته السابقة؟ يعني ربما تكون هذه أمور شخصية ما يحب الضيف يفصح عنها ويتحدث عنها بالإعلام. لو الآن الإعلام الشباب الآن يتوجهون لهذا الموضوع صار شيء عادي وطبيعي وانكسر هذا الحاجز. نعم، حجاوبك عن النقطة الأولى. حبيت أقدم شيء مختلف وأكثر جراءة عما موجود بالقنوات الفضائية أو عما موجود عبر البرامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقل شنو يعني الضير بالموضوع، أنه أسأل أسئلة تخص الجنس لكن أسألها بطريقة محترمة ما قلل من قيمة الضيوف. هاي نقطة على مود تكون مميز في مجال عملك. النقطة الثانية أنه يعني أنا ما عندي أي تدخل بخصوصيات الضيوف. وأنا نعطيك كارت أنه في حال أكو سؤال يعتبر الضيف خاص جدا إلى الحق أنه ما يجاوب على السؤال. إذا يسبب له مشاكل أو يسبب له إحراج يقدر يقول لا تعليق، هذا هو نظام
البرنامج. إذا منتبه صباح أنه فكرة البرنامج أسأل لكن ما ناقش ولا أحرج الضيوف عكس ما موجود من برامج تلفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاسم، لما نجيب ضيفة مثلا إعلامية أو ممثلة أو يعني فنانة مثلا وتسألها تقولها أنت بالوسط تعرضتي كم مرة إلى تحرش، يعني ممكن أنه تجاوبك بصريح العبارة عن هذا السؤال؟ هالمرة داخل بالنسبة للضيف، يعني الضيف أيضا عبر هذا الحاجز؟ طبعا طبعا، والحمد لله والشكر كل ضيف يكون موجود بالبرنامج ويشرفني وجوده هو ماخذ فكرة عن البرنامج ومتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاسم، ليش إشي دائما توقف وراء الضيف مالتك بمسافة قريبة؟ أحسك شايل مسدس بظهرهم ومهددهم لازم يجاوبون. بالعكس والله أنا جدا لطيف، يعني إلى درجة بحيث أكثر الضيوف اللي يجون والله اللي يشوف اللقاء والأسئلة مالتك الجريئة يقول لا، بس يقول لك ارتاح. اللي يشوف أسئلتك الجريئة يقول لا. لا لا بالعكس بالعكس، يعني لأن إحنا شنو يعني أكثر اللي يجون صباح، يعني شو مثلا أنت أعرفك صار سنوات ومتواصلين، البقية هم كذلك، يعني هم زملاء عمل أو أصدقاء على المستوى الشخصي، فماخذين علي وأني ماخذ عليهم، وقبل التصوير إحنا نقعد يعني طيب. ويشوفون الأسئلة ويطلعون عليها سؤال وبعدين أخير. يعني نبلش بموضوع التصوير. سؤال أخير بالنسبة للمشاهدات وبالنسبة لهذا العمل اللي تقدمه على اليوتيوب الآن على منصة اليوتيوب، يعني أكو إمكانية تحويله إلى قناة تلفزيونية مثلا؟ تبحثت عن قناة عن فضائية تأخذ هذا البرنامج وحتى تنتج؟ الصراحة يعني موضوع أنه موضوع بحث القنوات أنا ما جربته، لأن البرنامج جدا معتز به. ليش صباح؟ لأن إذا يكون البرنامج عبر قناة فضائية ممكن راح يحجموني بموضوع الضيوف، راح يحجموني بموضوع الأسئلة اللي أنا أريد يعني أسأل بها ضيوفنا، فأنا خايف من هاي النقطتين. لكن في حال أنه إذا صار مجال عمل ممكن يكون ضيوف فنانين إعلاميين أيضا بجراءة، لكن غير هذا البرنامج بالعكس. يعني أنا مشاهداتك شلونها؟ مشاهداتك على اليوتيوب الآن أكثر الناس تحب تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، صح. يعني موضوع التلفزيون تمام. يعني صارت قلة نوعا ما. تمام أوكي، هذا الموضوع عرفه جاسم. مشاهداتك على اليوتيوب شلونها لبرنامجك؟ جيدة؟ تتفائل بها خير أنه ممكن تحقق بها نجاح بالمستقبل أكثر؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ مشاهداتك على اليوتيوب تتفاعل بها؟ التفاعل ويا المواد اللي تقدمها، الحلقات اللي تقدمها، تعتبرها جيده راضي عنها؟ طبعا جدا جدا. اقوى فيديو ايش قد جبت فيه مشاهدات على اليوتيوب؟ اقوى على اليوتيوب اكثر مشاهدات نعم كانت حلقة اماني علاء الممثلة، تحياتي لها، والفنانة مروة القيسي، و بعد يعني ايش يعني كذا مليون بها مشاهدات تمام. لكن عبر البيج بالفيس عندي مشاهدات وصلت 5 مليون و6 مليون، اللي هي حلقه زينة الكاظمي، زينة رأفت، مروه القيسي، تمام. تمام يعني مجموعه اسماء. جاسم، اعتذر من البقيه تخوني الذاكره. انا ايضا اعتذر من عندك جاسم، الوقت بدا يداهمني للاسف. بدون تمويل يعني جاسم. فقط ننشر مع السلامه، لا عندنا فيزا كارت ولا شيء. تمام، انا اشكرك جدا يعني وسعيد جدا بلقائك، وان شاء الله تكرر لقاءاتنا بالمستقبل بالحلقات القادمه ان شاء الله، نشوف بلك تقدم ايضا شيء جديد ونرجع مره ثانيه نتواصل وياك. ممتن جدا من عندك يا جاسم وتحياتي لك، واتمنى لك كل التوفيق. وانتم ايضا مشاهدينا الكرام اينما كنتم، تحياتنا لكم، نلتقي غدا إن شاء الله بنفس الموعد في هذا المساء في هذا المكان مع أحلى كادر. مع السلامة.